كان وزير مشكلة كان وزير كان يهبط أبي مش على رجل هو الوزير تضرب كنت أسكي تضرب الكارع يعني ماشي بعيد 500 متر عبد صح ما عليناش ما كنتش تركب في الباسات ولا وبريغارد كورو كامل ما عنديش كي تكون عبسه رسميه ولا اوبليجي ما عليناش مي هما وصصفي في الليل ما كنتش تلقى وين تقاري اسكينا منها هي ساعه الجي معروفه ما كاينش تصير في الليل بصح انت كنت وزير شباب والرياضه ما تلقاش وين تقاري خليك بلاصه باسكو وزير ولا ما عندك حاجه شغل ما انا وين نسكن كيما جامع الهدى شويه لتحت هنا دوكا كاينه معروفه كاينه بيتزا اسمها ماما كانزو تاع ياسين حي ديك في بيبليسيتي ياسين ما عندك بشي مشكل انا نسكن تما قدامه وهما بزاف يجوا ياكلوا عنده في الليل ومغلوقه ما كاش بلاصه وزدت انا كاين طبعه رسميه ما كاش وين ما خلوك شويه نادق انا صح ما سكنتش في اقامه تاع دوله عبسه هكا لا علاش رحت الموريتي ولا كلوب ديبا وانايا نسكن 500 متر ما بقيت ساكن الدار العائلي تاعك مع الوالد والوالده مع الوالد والحمد لله الحمد لله من بعد باسكو من بعد كي بدا الكوفيد الله يرحمهم ربي يرحمهم ويوسع عليهم توفوا في زوج انا ما ندمش على كل دقيقه جوزتها معهم الصباح نخرج نهبط لابي كنت ندخل القواس بكري شويه 7 تاع الصباح قاولت حومه هذا طبيب هذا بيلوت هذا خدام هذا مهني كذا خلصوا لي قهوه تاع الكوبل هذيك تاع الفرك نقصر معاهم شويه ويعطيو لي كاع كيما نقول في الحومه يعطيو لي كاع طالع وشو صاري وتسمع لي زافي سي تري امبورطون كانت تفيدني بعد نقطع طريق نطلع 5 كيلومتر يعني خدام مواز ومن بعد نقرا لا ريفي دو بريس هذه الاولى تبدا بها وتشوف كان يقول لك ولاد حومه خير من لا ريفي دو بريس شوف هذه اكيد شوف نحييهم على كل حال